بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا اليوم هو التمثيل بالأعمدة للصف الرابع الابتدائي، وسيقدمه محدثكم الأستاذ عبد العزيز آل معدي. سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى كيف أفسر التمثيل بالأعمدة. والتمثيل بالأعمدة إحدى طرق تمثيل البيانات التي تعلمنا بعضا منها سابقا، وسنتعلم اليوم بإذن الله تعالى قراءة التمثيل بالأعمدة وتفسير التمثيل بالأعمدة، وأيضا سنجيب على بعض الأسئلة التي سوف نفسر ناتجها عن طريق التمثيل بالأعمدة. هذا التمثيل بالأعمدة يمثل قياس طلاب الصف الرابع أطوالهم. السؤال المطروح هنا، هل يمكن أن نتعرف على الطول الأكثر تكرارا؟ لنبدأ بقراءة هذا التمثيل بالأعمدة. نلاحظ هنا الطول بالسنتيمترات، يبدأ من 130 سنتيمترا وينتهي ب 160 سنتيمترا، بينما هنا أعداد الطلاب بدءا من 0 إلى 10 طلاب. نبدأ بأول عمود، أول عمود 130 سنتيمترا، طالب طالبين، عدد الطلاب الذين أطوالهم 130 سنتيمترا طالبان فقط، 135 لا يوجد أي طالب طوله 135، 140 يوجد لدينا 3 طلاب أطوالهم 140 سنتيمترا، 145 يوجد لدينا 7 طلاب أطوالهم 145 سنتيمترا، 150 سنتيمترا 5 طلاب أطوالهم 150 سنتيمترا، ولا يوجد أي طالب طوله 155 سنتيمترا، بينما يوجد لدينا 3 طلاب أطوالهم 160 سنتيمترا. نعود إلى السؤال، هل يمكن أن نتعرف على الطول الأكثر تكرارا؟ الجواب نعم، الطول الأكثر تكرارا هو ما يمثل العدد الأكبر من الطلاب، وهو 145 سنتيمترا. الآن لنجيب على تساؤلات أكثر حول هذا التمثيل. من خلال التمثيل يمكن أن نتعرف على الطول الأكثر تكرارا، وكما أجبنا عليه قبل قليل الطول الأكثر تكرارا 145 سنتيمترا. الطول الأقل تكرارا، لنعود إلى الرسم البياني ونرى ما هو الطول الأقل تكرارا. إن الطول الأقل تكرارا هو 130 سنتيمترا، حيث تكرر فيه طالبان فقط. الجواب 130 سنتيمترا. السؤال الثالث، عدد الطلاب البالغ طولهم 150 سنتيمترا. نذهب إلى العمود الذي يمثل الطول 150 سنتيمترا، ثم بعد ذلك نقارنه بأعداد الطلاب. أعداد الطلاب 5 طلاب أطوالهم 150 سنتيمترا. الآن لنبدأ بهذا المثال. مثال واحد يوضح التمثيل درجات الطالبات في مادة الرياضيات. هيا لنقرأ التمثيل. في البداية سمر درجتها 80، هدى 60، بينما درجة هيا 140 درجة، ورهف 60 درجة، ومشاعل وكذلك منى 100 درجة، أما ريم فقد حصلت على 60 درجة. الآن لنجيب على الأسئلة. من الطالبات التي حصلن على الدرجة نفسها؟ الطالبات التي حصلن على الدرجة نفسها هن الطالبات التي لهن نفس الأطوال في الأعمدة. نلاحظ هنا منى ومشاعل لهن نفس الطول، وهذا الجواب الأول. أيضا لدينا ريم ورهف وهدى لهن نفس الطول، وذلك يدل على أن درجاتهم متشابهة ولهن الدرجات نفسها. الجواب منى ومشاعل وكذلك ريم وهدى ورهف. التساؤل الثاني، كم تزيد درجة هيا عن درجة سمر؟ نشاهد العمودين، عمود هيا وعمود سمر. سمر 80 وهيا 140. نقوم بعملية الطرح،
80 و140 نبدأ ب140 ناقص 80 أو نكمل 80 إلى 140 لنعرف الفرق أو الزيادة بين درجات سمر وهيا. 80 نبدأ بالعدد بالعشرات 90 100 110 120 130 140. تلاحظون أننا عدينا 6 عشرات، الجواب 60. أو نقوم بعملية الطرح 140 ناقص 80 وسيكون الجواب أيضا 60. السؤال الثاني، كم تنقص درجة ريم عن درجة مشاعل؟ هذا عمود ريم وهذا عمود مشاعل، أيضا نحسب الفرق ما بين 60 والمئة. ما بين 60 والمئة، إما نطرح 100 ناقص 60 أو نكمل 60 إلى المئة، وأنا أفضل طريقة الإكمال. 60 نعد بالعشرة التي تليها 70 80 90 100، الجواب 40. السؤال الرابع، من الطالبتان اللتان مجموع درجاتهما 220 درجة؟ وضح كيف حصلت عليها. الآن نقوم بالبحث عن الطالبتان اللتان لهما 220 درجة. نلاحظ أن لدينا العمود الأول 80 والعمود الثاني 60 والعمود الثالث 140 والعمود الرابع 60 والعمود الخامس والسادس 100 والعمود السابع وهو عمود ريم 60 درجة. لو نظرنا إلى الأعمدة سنجد أن سمر وهيا مجموع درجاتهما 220 درجة، إذن الجواب هيا وسمر. لماذا؟ وهو الشق الثاني من السؤال. دائما نلاحظ الأسئلة ونعرف ما المطلوب بالضبط. المطلوب الأول عرفنا الأسماء، ولكي نوضح ذلك نقوم بعملية الجمع 140 زائد 80 يساوي 220. الآن لنتدرب على هذه المهارة التي تعلمناها بحل التدريب التالي. يوضح التمثيل المجاور عدد البطولات للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس. هيا لنقرأ هذا التمثيل. نلاحظ أن الأعمدة هنا أفقية وليست عمودية، وهذه طريقة أخرى للتمثيل. في البداية الصف الثالث حصل على كما تشاهدون لا يوجد عدد هنا ولكنه معلوم، ما بين الأربعة والستة العدد 5. إذن عرفنا أن الصف الثالث حصل على 5 بطولات، بينما الصف الرابع حصل على 3 بطولات وهو العدد بين 2 و3، والصف الخامس حصل على 8 بطولات، بينما حصل الصف السادس على 6 بطولات. وبهذه الطريقة قرأنا التمثيل بالأعمدة. هيا لنجيب على الأسئلة. السؤال الأول، ما الصف الذي حصل على أكبر عدد من البطولات؟ وكما تعلمنا الصف صاحب العمود الأطول هو الذي حصل على أكبر عدد من البطولات، إذن الجواب هو الصف الخامس. السؤال الثاني، ما الصف الذي حصل على 3 بطولات؟ هيا لنذهب إلى العدد 3، 0، 1، 2، 3. الصف الذي حصل على 3 بطولات هو الصف الرابع، إذا نكتب الجواب الصف الرابع. السؤال الثالث، كم تزيد بطولات الصف الخامس على الصف السادس؟ في هذه الحالة يريد الفرق، ولكي نوجد الفرق نستخدم عملية الطرح أو نكمل العدد الصغير حتى يصل إلى العدد الكبير. نلاحظ الصف السادس والصف الخامس، هذين الصفين، تزيد عدد البطولات وهو الفرق بين الصف الخامس والسادس. الفرق بين الصف الخامس والسادس من 6 إلى 8 يساوي بطولتان. السؤال الرابع، كم بطولة حصل عليها الصفان الرابع والخامس؟ كم بطولة حصل عليها الصفان الرابع والخامس؟ الآن نقوم بعملية الجمع لكي نوجد مجموع البطولات التي حصل عليها الرابع والخامس. الصف الرابع حصل على
ثلاث بطولات، بينما الصف الخامس حصل على ثمان بطولات. نقوم بعملية الجمع، 8 + 3 يساوي 11 بطولة. جميل جميل جدا. ننتقل إلى التساؤل الخامس، كم عدد البطولات التي حصل عليها الصف السادس والصف الرابع؟ أيضا نوجد المجموع، الصف السادس والرابع، الصف السادس 6 بطولات والصف الرابع 3 بطولات، ونقوم بجمع هذين العددين، 6 + 3 يساوي 9 بطولات. وصلنا الآن إلى مرحلة التقويم. كما تشاهدون في هذا التمثيل الذي يوضح أعداد الطلاب في إحدى المدارس الابتدائية، الآن لنحاول قراءة هذا التمثيل وتفسير البيانات. نأتي إلى المحور الأفقي، لدينا الصف الأول والصف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. أما الأعداد فهي ممثلة في الاتجاه العمودي، 10 20 30 40 50 60 70 80. في البداية الصف الأول أعدادهم 60 طالبا، بينما الصف الثاني أعدادهم 70 طالبا، الصف الثالث بين 60 و70 أي 65 طالبا، الصف الرابع 70 طالبا، الصف الخامس 80 طالبا، والصف السادس ما بين 70 و80 وهو العدد 75 طالبا. الآن نستطيع فعلا أن نجيب على أي تساؤل حول هذا التمثيل بالأعمدة. دعونا نأخذ هذا التساؤل، كم يزيد طلاب الصف الخامس عن الصف السادس؟ نلاحظ طلاب الصف الخامس عددهم 80 طالبا، وطلاب الصف السادس عددهم 75 طالبا. ما بين 75 و80 إما أن نقوم بعملية الطرح أو نقوم بالإكمال، وسيكون الجواب 5 طلاب. السؤال الثاني، كم ينقص طلاب الصف الأول عن الصف الرابع؟ لنذهب إلى الصف الأول عددهم 60 والصف الرابع عددهم 70 طالبا، ما بين 60 و70 أو طلاب الصف الأول ينقصون عن طلاب الصف الرابع ب10 طلاب. نكتب الجواب، الجواب 10 طلاب. تساؤل أخير، هل نستطيع معرفة مجموع طلاب المدرسة؟ ما رأيكم؟ هل نستطيع معرفة مجموع طلاب المدرسة؟ الجواب نعم نستطيع. وكيف؟ نذهب إلى التمثيل بالأعمدة ونجمع جميع القيم الممثلة في هذا الرسم البياني، الصف الأول 60 طالب زائد الصف الثاني 70 طالب زائد الصف الثالث 65 طالب زائد الصف الرابع 70 طالبا زائد الصف الخامس 80 طالبا زائد الصف السادس 75 طالبا، ونقوم بعملية الجمع ثم نوجد الناتج. الناتج هو عدد الطلاب في المدرسة، 60 + 70 + 65 + 70 + 80 + 65 يساوي 410 طلاب. إذن مجموع الطلاب في المدرسة 410 طلاب. في ختام هذا الدرس نقوم بمراجعة لما تعلمناه. تعلمنا اليوم قراءة البيانات وتفسيرها من التمثيل البياني، وعرفنا أن قراءة التمثيل البياني له عدة خطوات. الخطوة الأولى نحدد المطلوب من المحور الأفقي. الخطوة الثانية نتابع ارتفاع العمود لكي نوجد القيمة المقابلة للقيمة الأفقية. الخطوة الثالثة نقرأ العدد المقابل على المحور العمودي، وكما تشاهدون المقابل هنا هو 65، وبهذه الطريقة نستطيع قراءة التمثيل بالأعمدة. والآن نستطيع أن نجيب على أي سؤال قد يوجه لنا يتعلق بالتمثيل بالأعمدة. نشكركم على حسن الاستماع، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد والنجاح دائما وأبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.